ضيف فريد على قناة أنفاس بريس، ونجدد الترحيب بالسيد مصطفى برطون كاتب الوطني للنقابة الوطنية للموسيقيين المحترفين بالمغرب. مرحبا بك سي مصطفى. شكرا على الدعوة، وكما العادة يعني احنا آذان صاغية، وأي سؤال وأي توضيح الله يخضرنا. يعني شتي واحد الضجة نايضة يعني ما بين واحد المراسل الصحفي وما بين الفنان سعيد ود الحوات، وكما قلتي لي انت يعني كنتي حاضر، عشت هذه المراحل كلها ديال هذه المشكلة هذا النزاع. وباش ناكد للسادة المشاهدين، وانا كنتوجه لهم من خلال هذا المنبر ديالكم وكنشوف في الكاميرا باش نشوف كاع الناس، ونقول لهم راه بين الحق والباطل غير خمسة ديال الصبر. شبر يعني ما شافت عيني ماشي هي ما سمعت ودني. هذا الواقع. المشكل راه ما باديش في بير جديد بالضبط ما بين سعيد الحوات والمراسل، المشكل راه كان بادي من قبل، راه بادي من الثورة الأولى ديال مهرجان العيط المرساوي من 16. سي مصطفى، حنا بغيناك اليوم تشهد بالحق، يعني ما تجي لا من المراسل الصحفي لا من الفنان سعيد الحوات. أنا ما عندي حتى شي رباح باش غنجي من هذا ولا غنجي من هذا، ما عندي حتى شي رباح. أنا اللي عندي هو كلمة حق، شهادة حق. اليوم ما عنديش حوار عادي، اليوم أنا جاي كشاهد. قلتي هذا المشكل بدا من مدينة سطات. بدا من مدينة سطات، غادي نحكيها لكم بحال الخرافة. كاين بعض الإخوان جاو منابر وبغاو يلقيو حوارات مع بعض الفنانين، بما أن كان العدد كبير بزاف ارتأوا بعض الفنانين، منهم الأخ سعيد الصناجي الله يذكره بخير، منهم مجموعة، نظرا انه الناس جايه باش تدي واحد الواجب بغات تخدم، فراه قبل ما كيطلع السهره راه كيكون مستريسي، عالم بغير الله، ضروري عالم بغير الله. اذا باش غادي يلبي الرغبه ديال جميع المنابر الاعلاميه، كل واحد يدوز معاه بوحده صعيب عليه الحال. حنا بنفوسنا كنا في اطار التنظيم، ما غيمكنش لينا نتسناو الفنان حتى يسالي مع المنابر عادي يجي يطلع يدوز ديك الوصله الفنيه ديالو. وهذا راه اكتشفت انا كاين بعض الناس يعني خاصه يدوزوا جميع المنابر يعني في مره واحده، مره واحده ويدوز الحوار وسالينا الموضوع. لا، هاد اللحظه اللي كنا احنا في مدينه سطات، جا واحد دونا عن بقيه المنابر، داز مع المنابر الاخرى، مع المشكل من تم تخلق المشكل من هاد المنابر كلهم، حتى واحد مدوى، حتى واحد ما ناقش، يعني جاوا دوزوا الحوارات وخذوا دوك المشاهد ديالهم، وهذا جزاهم الله خيرا. احنا ما كنعمموش، ما كنقولوش كلشي ماشي حتى ليه، لا لابد الصبع ديال اليد راه ما كيتشابوش بيناتهم. جا هذا السيد هذا رافض اصلا هذه الفكره ديال يكون وسط عباد الله، لا باغي هو يجري حوار بشكل احادي، ولا راه الناس راه خدامين اكثر من هذا. قال لك خليني ندير معاه حوار تيسالي معايا عاد يطلع يدوز السهره ديالو. واش غادي واش هل يعقل الجمهور غادي يبقى يتسنى تتسالي انت الحوار معاه؟ المهم ما تلباتش لي الرغبه ديالو، سال سعيد ود الحوات الوصله الفنيه ديالو وسال، فكان ضروري خصو يخرج من واحد الباب خلفي باش يصافي يغادر. فخرج من ذاك الباب الخلفي اللي ما فيه حتى شي واحد، هنا كنتفاجئوا بوجود المراسل، وكانت تفاجئوا هما جوج. ما فهمتش انا داك النوع الحوار اللي جايين باغيين يديروا معاه بواحد الصراخ عالي، كيقولوا ليه بحال تقول مقصود داكشي، مقصود داكشي، كيقول ليه علاش ما كتجاوبناش، كيغوتوا عليه، خلعوه والله العظيم الا خلعوه. لا علاش ما كتجاوبناش، ولدرجه انني كاع ضحكت بزاف. المراسل ما عرفتش السميه ديال سعيد ود الحوات، عارف ود الحوات ولكن ما عرفش سميته، كيقول ليه السي مصطفى. واش هو سميتو مصطفى؟ لا سميتو سعيد. ولا كلشي المغرب كيعرف سميتو سعيد. سي مصطفى احنا كنحتارموك سي مصطفى، وكيستفز فيه باش لربما يتقلق هذيك الساعات ويخرج بشي نرفازه، كيف اللي غيتورط مسكين الله يكون في عونه، وغيوقع ليه هذا الشيء هذا في البير جديد. هما كانوا باغيين يوصلوا لهذه الغايه هذه مدينه سطات، ولكن احنا كنا معاه ووقفنا القضيه وصافي وسالينا، ما خداوش داكشي اللي كان المبتغى ديالهم، داكشي اللي كانوا باغيين. راك موقع الكتروني وتنتا راك مراسل ياك،
جيتي لعندي انا قلت لك اودي ما مساليش، واش غتجبرني ندير معاك حوار بزز؟ لا داكشي كيكون واش هذه مساله اختياريه ولا اختياريه ولا كيفاش كتقول لي اه انت ما كتبغيش تجاوبنا وعلاش ما تجاوبناش؟ واش هادشي ولا كاع حتى لهاد الدرجه؟ ولكن انت راك كتقول لي بهذه الطريقه لربما باش يتنيرب هو ومني خرج في واحد الحاله اللي هي غير عاديه، هنا كناخذوا نسب المشاهده وناخذوا هذا وهذا اسلوب قديم. اش ما تبقاوش اخويا ما تبقاوش غير تشوفوا شي حاجه مونطيه بالشكل اللي بغاو هما وتحكموا على الانسان. والله سيدي هذاك السيد الا اخلاقه عاليه بزاف، عالية اكثر من كنت تصور. كاينين السي مصطفى بعض المنابر اللي كتحترم راسها وكتحترم الموقع ديالها. انا كنقول لك انا لا اعمم، راه عندنا منابر وصحابنا واصدقاء ديالنا وكنعرفوهم بمعنى الكلمه وكنحترمهم. انا لا جيت نذكر لك راه اللائحه طويله، ولكن راه ما عمر غيمكن لك تلقى الكامل المكمول، راه لابد كيخرج لك النشاز والفيروس وكيخرج لك شي حاجه بوحدك. دير حوار بوحدك، بغيتي دير حوار بوحدك يعني من ما دارش مع داك الحوار بوحدو قال لي انت متكبر. انت متكبر، هذا هو التكبر. راه انت خاصك تكون موضوعي وتامن بان داك السيد راه عنده حفل وراه كيكون مستريسي وعنده ظروف، يعني قلق. راه الفنان مهما يوصل اسم ولا يكون كيما بغى يكون، ولكن خاص تقدر الضرب ديالو في ديك اللحظه اللي كيبغي يطلع للخشب. وانت كتقول لي لا جي دير معايا حوار انا بعد الاول عاد سير غني. وكان على السعيد والحوات انه يجاوبوا بداك السب والقذف. لا لا لا، شوف انا نقول لك واحد الكلمه، انا قلت لك في السطات كانوا باغيين يوصلوا لهذه المحطه هذه، ولكن ما لم يتاتى لهم ذلك للاسف، انه في البير شديد ضغطوا بما في الكفايه تخرج هو يعني تنرفز. نرفز راه تا هو بنادم، تا هو راه ذم الحم فنان، راه انسان، تا هو راه انسان. والناس الله يجازيكم بخير، كنعاود نقول لكم ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قبل ان تصيبوا قوما بجهاله وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. صدق الله يفيقنا بعيبنا.